المدفعية أيضا دخلت المعركة. هذا القوم هذا موجودين يا جماعة، خليهم يطردش يا أبو زيد، ما أنت عارفين هذا؟ من 14 وين 14؟ النار بيجي قاعد غادي هذا. 14 اللي جا غادي وين عد بس. هذا ما حاصلين صدقني هذا ما شاء الله. أبو زيد ما تصبيش يا أبو زيد، أسحب زحف أنا. ما تصبيش، خليك لوطة خليك لوطة خليك لوطة. لا 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 منظر حد أصلا، كلهم تحت السيارة. يا خطأ هذا الكيل، هذا خطأ السيارة. يا جماعة الباب بس. الله أكبر. الله أكبر. يا رايك دي يقصفوا المدينة ظن القحط ما هذه اللي تخاف السنة ما هالرجال أوي صور يضربوها التلة عرفت مركز الجماعة ريتهم يضربوا التلات باخر لأورا يا جماعة قادتنا أنا راي خطيرة مرحب بالجنة زدت الدنة واحد يفكر في الموت آخرون مصممون على المواجهة والرد حول من وراه حول من وراه أول قذيفة مضادة للدروع تخطئ الهدف لكن هذا كاف لتشجيع المقاتلين خليني أعطيك المرمى تحط مرماك من هنا تبردر الشعير عارف خلاص من الزاورة من اللي قدام بعضهم لا يعرف استخدام السلاح البندقية لا تعمل لكن قائد العملية يعلن انتصارا عبر الهاتف لا علاقة له بساحة المعركة فجرنا منهم 24 توي يا صفر فجرنا منهم سيارة 24 سلمنا عليك الله يرزقك الجنة كلها معايا عبد الله برحيل سلم عليك الله أكبر ها يا إبراهيم ما تصليش الكبندقة ولا شنو الثوار يتمسكون بأي خبر والحماسة تعميهم يعلنون تحقيق الانتصار تلو الآخر الله أكبر متمرد نحن حاليا حاصرين هناك المطار بالكامل يتبع قوة الثورة ضد النظام ضد الكلب الضال ضد في مواجهة مدفعية الجيش وبعد ساعات من المعركة يغادر الثوار المكان سيارات الإسعاف تخلي الجرحى وسط حال من الفوضى التي ترسم طريق الثوار على الرغم من الانطباع الذي يتركه المشهد إلا أن الثوار استعادوا السيطرة على البريقة ينتشر خبر المعركة في دقائق تراجع جيش القذافي سجل الثوار انتصارهم الأول ونشوة الانتصار المؤقت تدفعهم باتجاه معركة جديدة بصري يا معمر كويس بصري بعيني منك القصاص يا مدمر الشعوب مدمر الأراضي خلال أيام استطاعوا التقدم بدون مقاومة تذكر سيطروا تباعا على راس لانوف وبن جواد والطريق الساحلي باتجاه الغرب لا يعيقهم شيء ولا يقف أحد في طريقهم أعلام الثوار ترفرف على بعد 600 كيلومتر من العاصمة والمتفائلون منهم يأملون بالوصول إلى طرابلس الله أكبر ربنا يا حاسمة يا شباب العاصمة ربنا يا حاسمة يا شباب العاصمة يا شباب العاصمة هدوء في شوارع العاصمة هنا أجواء مختلفة الحياة تبدو عادية أعلام ورايات خضراء ولافتات تمجد القائد والثورة ما يزال النظام قائما منذ اندلاع الأزمة عززت الشرطة وقوى الأمن حضورهما في كل الشوارع يساهم في ذلك ما يسميه العقيد الشعب المسلح أو اللجان الثورية التجمع الوحيد المسموح به هنا هو هذا حوالي 50 من مناصري القذافي يتجمعون في تظاهرة مبرمجة مؤيدة للنظام نبو معمر نموتوا فيه نحن فداك يا معمر نحن قلنا نحن فداك نحن نموت من أجل معمر نحن أبونا هذاك نحن كل شيء نحن لا نسوا حتى حاجة بعد وأمام عيوننا تعم الفوضى ينزل متظاهر إلى الساحة ينادي بالحرية انكشف أمره بسرعة وانقض مناصرو القذافي عليه بالضرب والطعن بينما يتربص الشاب باللباس الأزرق لطعنه بالسكين
أمام الكاميرا تقوم الشرطة بحمايته ويتم لاحقا توقيفه. بعد أيام في طرابلس تبدو جميع الوسائل متاحة لتأكيد التأييد للنظام. في هذا المصرف يتم توزيع المال على المواطنين، إنها أموال النفط. المال لضمان دعم ومحبة الشعب 500 دينار للفرد، 300 يورو، الصفوف طويلة. بيان قيد عائلي والتوقيع كافيان لاستلام المبلغ. مسعود مثلا يعود بمبلغ مهم. 500 دينار كل كتيب، يعني عندنا اربع كتيبات هذا 2000 دينار. شو تديروا بهم؟ ها؟ والله عشان نشوف احتياجات الاسره اللي موجوده في ناقصه مثلا. اي حاجه ناقصه في البيت، يعني مثلا ناقصه غساله، ناقصه حاجه، ناقصه فرش، ناقصه. اما نورة التي استلمت الهديه قبل اليوم، جاءت لاستلام معاشها الشهري، معاش سيتضاعف الشهر المقبل كما قرر العقيد الليبي. والله عايشين في احسن عيشه الحمد لله، ومستريحين وما فيش اي حاجه، ولولا المؤامرات هي اللي جت على ليبيا وامن واستقرار ليبيا، احنا عايشين في خيار الخير. واي واحد يقول لنا ان احنا الليبيين مش عايشين، والله ان قيدنا مش كويس معانا، هذا انسان كذاب. تعمل نورة في الامن العام الخاص باللجنه الجماهيريه في نظام القذافي، تدير تلك اللجان الحياه اليوميه للليبيين. مستقبلها وعملها مرتبطان بحياه وبقاء النظام. في منزلها الجميع يؤيد القائد. الأولاد يؤدون واجباتهم المدرسية، العلوم واللغات، ولكن أيضا الكتاب الأخضر. مقولات كتاب الأخضر واللي يقول فيه قائدنا معمر القذافي كله في المجتمع، واللي يقولوا إحنا نفتو مؤامرات شعبية. تذكرش بعض المقولات من كتاب الأخضر؟ المنزل يخدم أهله، البيت لساكنه، السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب. التلقين عن ظهر قلب لكلمات معمر القذافي من كتابه تدرس في المدارس، والنتيجة هنا واضحة. معمر قذافي، معمر قذافي، زعيم العرب الواحد. وحيد في الشعارات فقط والأغاني، في الواقع حتى في المنزل الواحد بشير له رأي مغاير. هو منشغل وقلق على مصير الثوار في شرق البلاد. في عوائل صغار يموتوا، ناس صغيرة، شباب مفروض جو كويس، أمورها 100% تموت. أنت فوق العشر يقولها دواية، ولا طلع برا جيت في القدر أقولها تموت دواية، ما تقولهاش هناك. وأمام ترهيب إخوته يضطر إلى تغيير لهجته. تكلم من معمر اوقات وفاتنا، لا تجرب دعنا ما نقدرش، واحد يقدر يقعد 7 عام نفسر نفس دعنا. هذا معمر، لا لا هذا تراثنا، هذا بدنا شوبي. انتهت المشكلة، لا مكان لأصوات معارضة في ليبيا القذافي. العالم كله طب الطب. في ليبيا الأخرى، في المنطقة التي يسيطر عليها الثوار على بعد 600 كيلومتر، تنبض الثورة على وقع النشيد الوطني لليبيا الحرة، ليبيا ما قبل القذافي. نحن في مدينة بن جواد، آخر المواقع المتقدمة. عشرات الصحفيين يصلون لتخليد المعركة. أصبحت الحركة الاحتجاجية محط أنظار العالم. بعد الظهر يقرر المتمردون الأكثر تصميما المضي قدما. نذهب معهم، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة والتنظيم. فجأة يفتح الثوار النار على مروحية عسكرية من دون جدوى. بدأ القلق يتصاعد على وجوه الشباب.
أحمد يتساءل عما ينتظره. نحن معنا الله يا جماعة. الشباب في خلفية السيارة قلقون أيضا. نعود أدراجنا. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. الموت يبدو الأقرب. فجر اليوم التالي تعرض موكبنا إلى كمين على مدخل بن جواد. الحصيلة 3 قتلى. الشباب في خلفية السيارة. السائق أحمد أصيب في الكتف مع 2 آخرين، من بينهم زميلنا جمالي لومير الذي أصيب في ساقه. صورة وحيدة بقيت، كاميرا جمالي وهي تشتعل، بالقرب منها جثة أحد الثوار. كتائب القذافي بدأت هجومها المضاد.